صرح رئيس الوزراء السوداني معتز موسى أن الحكومة لا تعتزم رفع الدعم عن السلع الأساسية مع ارتفاع معدلات التضخم والتقلبات التي تشهدها العملة السودانية إزاء الدولار. وكانت الخرطوم قد قررت تخفيض سعر صرف الجنيه مع اعتماد آلية جديدة تسمح للبنوك وشركات الصرافة المحلية بتحديد سعر الصرف بشكل يومي. ما بذلته الحكومة السودانية منذ بداية العام لتقليص حجم تداول العملات في السوق الموازي اختصر في خطوة واحدة. 47 جنيها ونصف هي قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، هكذا أعلنتها آلية صناع السوق التي بدأ العمل بها قبل يومين. قيمة زادت على السوق الموازي المسيطر على سوق النقد الأجنبي بالبلاد، ورغم ما ترتب على ذلك من انخفاض قيمة الجنيه لأكثر من النصف، إلا أن الخطوة ستساهم في استقرار العملة المحلية على المدى البعيد بحسب وزارة المالية السودانية. من المعلوم أن أداء الموازنة لهذا العام شابه ارتفاع في التضخم وتدهور في سعر صرف العملة الوطنية، استلزم خلال الأسبوعين الماضيين إعداد حزم متتالية للإصلاح الاقتصادي يجري حاليا إعلانها تباعا، وسيتم شمولها في البيان القادم أمام مجلسكم الموقر أواخر هذا الشهر الحالي بإذن الله. تباينت ردود الفعل حيال القرارات الجديدة بين مستبشر ومتخوف، لا سيما وسط تواصل ارتفاع أسعار السلع الأساسية بالأسواق. المختصون يعدون توفر الرخاء المعيشي للمواطن بمثابة البوصلة الحقيقية لما يطبق من سياسة الصدمة كما سمتها الحكومة السودانية، واعتبر آخرون الخطوة متسرعة في ظل أزمة السيولة الخانقة بالبلاد. المفروض أن تجاس هذه السياسة ويتم إرجاء تنفيذها إلى أن تتحل مشكلة النقد المحلي الدينار السوداني. نمرة اثنين، كذلك يبدأ موسم الصادر. لما يبدأ موسم الصادر بتبتدي حصائل الصادر ترد للبنوك وبتوفر قدر مناسب جدا من النقد. بيكون أنا بنيت السعر على شيء موجود فعلا. الآن في شح في النقد الأجنبي. يعاني السودان منذ بداية العام أزمات اقتصادية متتالية طالت كل جوانب الحياة بالبلاد، فأزمات الخبز والوقود وانخفاض قيمة الجنيه وتدني الأجور شكل عبئا حياتيا طال كل طبقات المجتمع السوداني. آلية صناع السوق واحدة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي بالبلاد، لكن جدوى هذه الخطوة يتضح في مدى قدرتها على الصمود أمام السوق الموازي والذي كان يسيطر على المشهد الاقتصادي لفترة طويلة وفي ظل نقص حاد في النقد بالبلاد. سالي عثمان، تلفزيون العربي، الخرطوم. الآن معنا عبر الأقمار الصناعي من الخرطوم أبو القاسم إبراهيم آدم الأكاديمي والاقتصادي السوداني. مرحبا بك سيد أبو القاسم. هل قرار رئيس الوزراء السوداني الجديد مرحب به شعبيا في السودان؟ لا بالطبع، هذه القرارات لم تكن يعني محل اهتمام بالنسبة للشارع السوداني، ولم تكن أصلا يعني مرحب بها، لأن الشارع السوداني جرب الكثير جدا من القرارات الاقتصادية، ويعني جرب كثير جدا من الوعود منذ ميزانية العام 2016 و2017 وحتى ميزانية العام 2018، لكن للأسف يعني يزداد الحال سوء وتزداد الضائقة المعيشية شهر بعد شهر وعام بعد عام، وترتفع معدلات التضخم يعني ارتفاع مضطرد يعني، والتضخم الجامح الآن يعني وصل لمعدلات يعني 66%. نحن نتوقع أنه مع القرارات الاقتصادية الجديدة للحكومة الجديدة أن يقترب معدل التضخم خلال شهر سبتمبر إلى 70%. طيب، حكومات كثيرة تعاقبت على حكم السودان ولم تستطع حل الأزمة الاقتصادية، هل الحكومة الجديدة لديها فعليا مشروع اقتصادي يمكن أن ينهض باقتصاد البلاد الآن؟
يعني حقيقة يعني أنا في تقدير الشخصي أن هذه الحكومة في قراراتها الجديدة هي قرارات بنيت على معلومات خاطئة، كما بنيت ميزانية العام 2018 على معلومات خاطئة. الآن السيد رئيس مجلس الوزراء يتحدث عن أن الموسم الزراعي سيوفر صادرات تصل لأربع مليارات دولار، أيضا يتحدث عن أن السياسات التي اتخذها يعني تستطيع أن تستقطب استثمارات أو تحويلات المغتربين في حدود أربع مليارات دولار. لكن هذا في تقدير الشخصي هذا يعني بناء قرارات على وهم. يعني لو نظرنا يعني منذ العام 2008 يعني لم تحقق الصادرات الزراعية في السودانية مبلغ عائدات 4 مليارات دولار، فلا أتوقع مع التهريب الحالي، خاصة وأن يعني المحاصيل الرئيسية التي يعتمد عليها السودان في الصادر هي محصول السمسم والمحصول يعني الصمغ العربي بجانب الماشية أو بجانب الثروة الحيوانية. إذا لاحظنا حتى إنتاجية العام 2018 من الصمغ العربي تقدر ب 170 ألف طن، لكن ما تم تصديره بالمنافذ الرسمية لم يتجاوز 50 ألف طن. وهنالك عمليات تهريب كبيرة جدا يعني تتم للسلع والمنتجات السودانية، وبالتالي لا أعتقد أن هذه السياسة التي بنيت على أرقام يعني غير واقعية وأرقام نفترضها خيالية، وبالتالي لا أعتقد أن هذه السياسة يمكن أن تحقق نتائجها على المدى القصير أو على المدى الطويل، بل العكس، أنا أرى أن هذه السياسة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الاختلالات ومزيد من التشوهات الاقتصادية، لأن هذه السياسات هي سياسات تنصب فقط على يعني أمرين يعني تركز عليهم الحكومة السودانية وتهمل المرض الأساسي للاقتصاد السوداني. فقضية ارتفاع يعني سعر الصرف وقضية ارتفاع معدلات التضخم ينبغي أن تعالج بتحفيز الإنتاج وتحفيز عمليات الصادر عن طريق المنافذ الرسمية. شكرا جزيلا لك سيد أبو القاسم إبراهيم آدم، الأكاديمي الاقتصادي السوداني من الخرطوم. أيضا شكرا لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم.